كيف تتحدث الأوساط الرسمية والعسكرية في كييف سيد يحيى عن خطوة تفجير سد نوفايا كاغوفكا؟ من المستفيد من هذه الخطوة برأيك؟ تحياتي للجميع. أولا لم تصدر أي بيانات رسمية عن الحكومة الأوكرانية، بينما دعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي صباح هذا اليوم إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا. لكن يعني أريد أن أرد على الزميل الذي كان معك قبل قليل في على من روسيا بأن من قام بهذا العمل هو أوكرانيا. كانت يعني روسيا كانت تهدد أو هددت بشكل مباشر أو غير مباشر قبل يعني مع بداية الحرب أو في التهديدات كانت متبادلة سيد يحيى. دعنا نجاوب ونتفاعل مع الأمر من خلال البحث عن المستفيد، تحليل التأثيرات الناجمة عن هذه الخطوة لكلا الطرفين. أولا وآخرا هي روسيا، وهي من قامت بهذا التفجير لتمنع، كما يعني في الفترة الأخيرة كان يردد بأن هناك تجهيزات وتحضيرات لقيام القوات المسلحة الأوكرانية بهجوم مضاد على المناطق التي تحت المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا وبما فيها شبه جزيرة القرم، وهذا وبضرب هذا السد يعني تحاول روسيا منع القوات الأوكرانية من التقدم من خلال هذا الجسر الذي يربط المنطقة الشرقية بالمنطقة الغربية الشرقية والغربية من النهر. يعني ما أن تمنع أو تقف أمام تقدم هذه القوات إلى باتجاه شبه جزيرة القرم. فبالتالي المستفيد والمفجر ومفتعل هذه الحادثة هم الروس بلا شك. فيما يعني صدرت هذه الاتهامات منذ اللحظات الأولى لتفجير السد لموسكو بالوقوف وراء هذه الخطوة، أوكرانيا تتحدث في هذه الأثناء عن نجاحات في محور باخموت سيد يحيى، ما هي برأيك؟ نعم، هو كل مرة عندما تطلق روسيا الصواريخ، وهذه الليلة شهدنا أيضا ليلة يعني حمراء كما يقال أو ليلة يعني صعبة من ناحية إطلاق الصواريخ والطيران المسير إلى العاصمة كييف وإلى مدن أخرى. فبالتالي كلما نرى أو كلما نشعر أو كلما تشعر سوريا بأن روسيا بأنها تشهد بعض المضايقات في مناطق ما، وبالتحديد هذه الليلة أو قبل أيام بدأت ما يقال بدأت القوات المسلحة الأوكرانية بهجوم مضاد وحققت فعلا تقدم على محور بخموت ومحور زاباروجيا. فبالتالي هنا يعني لمنع أو وقف هذا التقدم بدأت روسيا بهذا القصف أو أعادت هذا القصف في هذه الليلة وضربت سد نوفا كاغوفكا.